أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي تعتبر الأولى في منطقة الخليج. وبموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مسؤولة عن تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة على مدى الأعوام الستين المقبلة. وأضافت الهيئة بأن المفاعل الثاني جاهز بنسبة 95%، ويتم النظر في أمر رخصة تشغيله. يذكر أن المحطة تضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات. نضم إلينا في الاستوديو ممثل الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السفير حمد الكعبي، وأيضا معي من بغداد الخبير في الطاقة النووية الدكتور محمد الشيخلي. أهلا جميعا بضيوفي. أبدأ بداية مع السفير حمد الكعبي. أهلا بك أستاذ حمد. أهلا وسهلا. معنا على سكاي نيوز عربية وفي برنامج المساء. هذا يعني حدث كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، للدول العربية والمنطقة الشرق الأوسط أيضا بشكل عام. كيف ممكن أن تعبرون عن هذا الحدث وأنتم اليوم تصدرون أول رخصة عربية لإنتاج الطاقة النووية السلمية؟ الحقيقة اليوم إصدار الرخصة لتشغيل المفاعل الأول تعتبر مرحلة تاريخية أو نقلة نوعية أيضا في مشاريع الوطنية هنا في الإمارات. الترخيص اليوم يعكس جهود أو نجاح جهود امتدت أكثر من 12 عام منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تعكس أيضا عديد من الساعات والشركاء وانخراط شركاء دوليين ومحليين للوصول لهذه النقطة التي تعبر عن انتهاء للتقييم للمحطة الأولى أو المفاعل الأول في براكة، من ناحية تصميم المفاعل، من ناحية معايير السلامة، من ناحية الإجراءات المستخدمة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقييم لجاهزية المؤسسة اللي هي مؤسسة أو شركة نوا من ناحية التشغيل، من ناحية الكوادر وغيرها. فالإصدار اليوم يأتي يتوج في الحقيقة هذه السنوات من العمل مع شركائنا المحليين والدوليين في هذا النطاق. طيب، هذا حدث استثنائي في منطقة الدول العربية في الشرق الأوسط، وهو حقيقة يعني يقرأ عالميا. ما الذي سيأتي بعد موضوع الرخصة؟ متى سيبدأ الإنتاج؟ ما المشاريع المستهدفة عبر هذا الإنتاج من إنتاج الطاقة طبعا؟ بإعطاء الرخصة اليوم لشركة نوا، يحق لشركة نوا البدء بتحميل الوقود في المفاعل الأول والبدء بالتشغيل التدريجي والانتقال إلى التشغيل الكامل بالمستقبل القريب. برنامج دولة الإمارات عندما أنشئ في 2008 كان الهدف منه واضح جدا، اللي هو إنتاج الكهرباء. محطة براكة للطاقة النووية عند اكتمال تشغيلها راح تعطي كهرباء وتنتج كهرباء تغطي حوالي 25% من إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات، وليس فقط من ناحية الكمية، ولكن أيضا راح يصير نقلة نوعية من ناحية الانتقال إلى استخدام مصادر نظيفة، كون الطاقة النووية تعتبر طاقة نظيفة في هذا النطاق. فهو نقلة استراتيجية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وهو أيضا نقلة نوعية في المنطقة من ناحية البدء باستخدام مصادر تكنولوجية جديدة في المنطقة العربية. وبرنامج الإمارات اليوم يعتبر أيضا مثال لكثير من البرامج الدولية أو دول العالم اللي مهتمة في تطوير برامج للطاقة النووية، كون البرنامج هذا بدأ بعد أكثر من 3 عقود من البرامج الأخرى في دولة الإمارات. وبتشغيل المفاعل الأول دولة الإمارات تنضم إلى مجموعة دول 30 دولة حول العالم اللي تستخدم الطاقة النووية، وهو إنجاز كبير لدولة الإمارات ويعكس التوجه الصحيح للقيادة في دولة الإمارات. طيب، أنتم أستاذ حمد المندوب الدائم في الوكالة الطاقة الذرية، أكيد كان هناك الكثير في الكواليس حديث المجتمع الدولي معكم حول هذا البرنامج، كيف ممكن التعبير عنها وما طبيعة القوة الناعمة لدولة الإمارات الفاعلة التي أدت إلى إيجاد هذا النجاح؟
البرنامج دولة الإمارات لما أنشئ كان من البداية اعتمد على وضع شراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير هذا البرنامج. الشراكة هذه انعكست في انخراطنا مع الوكالة من ناحية الدعم الفني وأيضا من ناحية التقييمات التي قامت بها الوكالة للبنية التحتية النووية في دولة الإمارات. خلال العقد الماضي استقبلنا أكثر من 11 بعثة تقييم من الوكالة، بعثة تقييم شاملة ونتائجها كانت إيجابية ونشرت هذه التقارير. نستخدم أيضا الوكالة ونستفيد من الوكالة من ناحية انخراطنا في المنتديات الدولية والمؤتمرات المتعلقة بتقييم السلامة النووية. مثال على ذلك مشاركة الإمارات في مؤتمرات المراجعة الخاصة بالسلامة النووية، حيث تقدم الإمارات بشكل مستمر تقاريرها حول تطبيق أنظمة السلامة في دولة الإمارات والانخراط مع الدول الأعضاء في مناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز السلامة النووية بشكل عام. طيب أنا أستاذ حمد سعود معك مع الوكالة الدولية وكل الأحاديث، دعنا نذهب إلى بغداد. معي الخبير في الطاقة النووية الدكتور محمد الشيخ علي. دكتور محمد، كثير من الدول العربية التي حاولت إيجاد مثل هذه المشاريع، اليوم دولة الإمارات نجحت في هذه المسألة بأسلوب مختلف، مقاربة مختلفة أيضا. كيف ممكن التعبير عن هذا المسألة علميا وكإنجاز علمي في المنطقة العربية؟ نعم، مساء الخير، وبالحقيقة تحيتي لك وتحية لضيفك، سيداتي وسادتي المشاهدين والمستمعين. بالحقيقة الإمارات العربية المتحدة، هل الصوت مسموع؟ هل أنا مسموع؟ نعم نعم أسمعك دكتور محمد. أكمل شوية ديستورتد. طيب، الإمارات العربية بالحقيقة عملت على هذا المشروع بما يسمى بالأسلوب التكاملي، بمعنى أنها مهدت كل الدراسات الضرورية الاقتصادية والعلمية لانبثاق مشروع يعنى بالصناعة النووية في المنطقة. الحاجة إلى هذا المشروع هي حاجة وطنية بالحقيقة لإنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من القدرة النووية في توفير طاقة نظيفة بالإمكان أن تستخدم لفترة طويلة جدا وبكلفة قد لا تكون عالية جدا. هذا، وهنالك نقطتين أساسيتين وظفتها الإمارات بالحقيقة لإنجاح مشروع فخم مثل هذا النوع. النقطة الأولى أنها خلت أو وضعت جميع إمكانات هذا التطور الصناعي النووي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لا بالحقيقة لا تدخر وسع في جعل هذا المشروع مفتوح أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هنالك أي شك ولا سر. الشغلة الثانية والأساسية بالحقيقة أنها أن الوكالة أن الإمارات العربية المتحدة جعلت هذا المشروع بالحقيقة من دون عمليات تخصيب، يعني دورة الوقود النووي لا تدخل فيها عمليات تخصيب، لأنه وجود عمليات التخصيب والامتناع عن وضع المشروع الصناعي تحت نظر الوكالة الدولية يجعل عليها علامات استفهام، لأنه عمليات التخصيب قد تقود إلى نهاية قد يجوز استخدامها لغير الاستخدام السلمي. طيب إذن دكتور محمد، نجاح هذا المشروع في الإمارات العربية المتحدة. نعم. طيب دعني أسألك هنا، تداخل معك في الأفكار. نجاح هذا المشروع دكتور محمد، هذا المفاعل النووي، هذا المشروع هو ناجح، يعني هناك رضا عالمي عليه وهذا ما رأيناه. هل ممكن أن يتم تطبيقه بهذا الأسلوب في دول أخرى، دول عربية وغير عربية، تلك الدول التي تحتاج إلى الطاقة أيضا؟ إذا كان بهذا الوضوح وبهذه الطريقة السلمية الواضحة في الاستغلال في استخدام الصناعة النووية، بدون شك ستنجح في أي دولة أخرى. الإمارات استخدمت بالحقيقة تصاميم لمفاعلات
وإن كانت كوريا جنوبية لكنه بالحقيقة هي تأخذ نفس شروط و البروتكشن سايد، يعني حالة الحماية اللي تأخذها مستويات المفاعلات الأمريكية، وعليه فالاختيار بالنسبة للإمارات طيب. اختيار صائب، وهذا بالحقيقة المفاعل الأول من أربع مفاعلات أنا أتمنى أنه ستشتغل خلال فترة ليست بعيدة، ستوفر إمكانية للإمارات أولا الدخول في مجال الصناعة النووية اللي هي صناعة أصبحت ضرورة، لأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تفوق بكثير استخدامات طيب. العسكرية. دكتور محمد، وعليه أنا أعتقد ولوج الإمارات بهذا نعم. أشكرك على هذه الأفكار يعني وهذا الوقت الذي يعني لم يسعفنا كثيرا، لكن أشكرك على كل هذه الأفكار التي قدمتها من بغداد، الخبير في الطاقة النووية الدكتور محمد الشيخلي، شكرا جزيلا لك. أعود الأستاذ حمد الكعبي. أستاذ حمد، كما ترى يعني الوقت ضيق لكنه مشروع كبير، أريد التركيز على الكوادر الإماراتية التي تم تدريبها وابتعاثها للخارج، والآن هي ستدير هذا المشروع، حدثنا عن هذه المسألة. موضوع تطوير الموارد البشرية لبرنامج الإمارات للطاقة النووية كان أولوية منذ بدأنا البرنامج، واضح كان في سياسة دولة الإمارات ومتعلق بتطوير قطاع مستدام في دولة الإمارات للطاقة النووية. اليوم لدينا خبراء إماراتيين تم تدريبهم خلال السنوات الماضية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعطيك كمثال عندنا حوالي 250 موظف، منهم 67% موظفين إماراتيين خبراء في مجالهم. 67% مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضا مستوى المواطنين أو الإماراتيين الخبراء فيها حوالي 60%. نعم لدينا ما زال كثير من الخبراء الأجانب وهم ضروريين لدعم تطوير واستكمال البرنامج، لكن التركيز على تطوير الموارد البشرية كان أولوية وستستمر أولوية لدولة الإمارات. مؤخرا يمكن شفت في الأخبار اعتماد دفعة أولى للمشغلين المفاعلات النووية، حوالي 53 مشغل مفاعل تم تدريبهم خلال السنوات الماضية وجاهزين وشاركون في تشغيل المفاعل. هؤلاء إماراتيون؟ إماراتيون، واثنين منهم أيضا فتيات. اليوم لدينا يعني كوادر نفخر فيها في قطاع النووي في دولة الإمارات، وتوجيهات القيادة وتوجيهات والتوجه البرنامج بشكل عام هو لتطوير وتعزيز الخبراء الإماراتيين في هذا النطاق. طيب الأصداء العالمية على عجالة سيد حمد، برنامج دولة الإمارات يحظى بشهادة دولية كبيرة، لأن دولة الإمارات لما طورت البرنامج طورته بالتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الذرية، بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال، لذلك اليوم يوجد شراكات عميقة مع المجتمع الدولي في تطوير هذا البرنامج من ناحية البنية التحتية، من ناحية بناء المحطة نفسها، وهو يعتبر مثال دولي لبرنامج ناجح يعتمد بشكل رئيسي على التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الخبرات الموجودة دوليا. أشكرك. كان معنا هنا في الاستوديو ممثل الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السفير حمد الكعبي، شكرا جزيلا. شكرا. إذن وصلنا إلى نهاية برنامج المساء، غدا مساء جديد ومن